عشا السهرانين أو اللودت فرايز تعالوا نحضرهم سوا. بصينية أو صحن للفرن بدنا نبلش أول شي ونحط البطاطا المقلية، منضيف عليها صوص الجبنة وشرايح من ستريبس الدجاج وقطع الجبنة بالهالوبينو، منحط على وجهها قطعة من الفليفلة الملونة وكمية غنية من الجبنة، ومنرجع منفوتهم على الفرن بس حتى تدوب الجبنة شوي. بس تطلع من الفرن منزين لوجهها بالهالوبينو والبصل الأخضر، ومنرجع مندعمها شوي بتشدر وبالرانش صوص. نسولي الدايت هالليلة وجربولي هالوصفة.